وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ الاقتصاد بجامعه تعز دكتور محمد قحطان. دكتور مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. الى اي مدى سيسهم قرار البنك المركزي في تثبيت سعر الدولار عند سقف 506 ريالات في الحد من انهيار الريال اليمني؟ باعتقادي بانه هذا القرار ليس القرار الاول اللي اتخذه البنك المركزي، لقد سبق وان يعني اتخذ البنك المركزي قرار مماثل وهو تحديد سعر للعملة الأجنبية للدولار وكذلك الريال السعودي، ولكن يعني لم يستطع البنك السيطرة الكاملة على العرض على طبعا السوق النقدية، وبالتالي استمر التذبذب بالصعود والهبوط بالنسبة سعر الدولار وكذلك سعر الريال اليمني مقابل وسعر الريال السعودي مقابل العملات الوطنية اللي هو الريال اليمني. وأنا أعتقد بأنه يعني البنك المركزي حتى الآن غير قادر على السيطرة الكاملة على السوق النقدية، وبالتالي يعني إيقاف عملية التذبذب اللي تحصل في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. بالرغم من كل الإجراءات التي أشار إليها التقرير إلا أنه هناك يعني ظروف موضوعية تحول دون يعني فعالية ما يتخذه البنك المركزي من إجراءات. أول هذه الظروف اللي هو الانقسام الحاصل في اليمن ما بين سلطتين يعني تتنازع يعني والحرب القائمه، سلطه يعني في صنعاء. نعم، ولذلك توقع البنك المركزي رفض يعني ميليشيات الحوثي لهذا الاجراء كونه يتعارض مع اهدافها التدميريه للاقتصاد الوطني، كيف تقرا ذلك؟ هو يعني انا اعتقد بانه فعلا يعني الحوثيون سيسعون الى يعني تعطيل اي اجراءات اتخذها البنك المركزي على اعتبار انه الاقتصاد الان صار وسيله من وسائل الحرب التي يستخدمها الحوثي. كذلك الانقلابيون انا اعتقد يسعون لقلب الاموال باي شكل باي طريقه دون النظر لاي اثار يعني لاي اثار بتلحق بالاقتصاد اليمني، على اعتبار انها ميليشيات استولت على السلطه ولا تمتلك الشرعيه المحليه ولا ايضا الدوليه. البنك المركزي يعني هناك اسباب كثيره، يعني يفترض انه البنك المركزي يمتلك القدره على اولا يعني على ضبط ميزان المدفوعات. هناك ميزان مدفوعات مختل تماما، يعني في تدفقات نقديه اجنبيه تتدفق للخارج اكثر من التدفقات النقديه من الخارج الى الداخل، وبالتالي الاختلال في ميزان المدفوعات يتزايد حتى وان يعني اتخذ اجراءات مع بقاء هذا الاختلال. مش ممكن للبنك المركزي بانه يسيطر على السوق النقديه. نعم، عشان كذا من يعني اللازم للحكومه اليمنيه للبنك المركزي بانها تقدم على يعني اجراءات جاده وحاسمه اذا ما ارادت بانه توقف يعني فعلى الاقل تضع التذبذب اللي حاصل و يعني تتجه نحو السيطره الكليه على السوق النقديه، وبالتالي القدره على يعني على توقيف اي انهيار ممكن يحصل. نعم، للريال اليمني. نعم، مقابل العملات الاجنبيه. نعم الدكتور، من هذه الاجراءات. نعم، مثلا ادركنا الوقت، انا اسف الدكتور محمد قحطان استاذ الاقتصاد بجامعه تعز، شكرا جزيلا لك.